أنا أعتقد دعنا نكون صريحين، العراق لم يعد في توب سلم الأسبقيات الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية بالسياسة الخارجية الحالية. حقيقة هناك تشاينا، روسيا، بحث قزوين، أكثر سايبر وور، لم يعد المشهد كما كان في 2003. ولكن الطريقة أن يكون ننسحب من العراق بهذه الطريقة، أعتقد هناك عقلاء أيضا راح يكون هناك تفكير بهذه الطريقة، أو تقدم إذا تعتقد بأن إيران ستتنازل عن العراق مقابل عقوبات هاي في موجودة في واشنطن في على طهران. بعد المشهد غير واضح، بعد الـ 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 الأمريكان، أنا أعتقد الإدارة الأمريكية الحالية لديهم نفس طويل، وأيضا الإيرانيين نفس طويل على عكس ما كان موجود في إدارة بايدن، أضرب أقطع كل شيء انسحب. ولكن هذول الإدارة الحالية ليس قليلي خبرة وليس قليلي دبلوماسية.